أكد أن المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن الصندوق عن الشعب. محليا على مستوى ولاية بسترة وفي أجواء عادية، بدأ أزيد من 403,700 ناخب بولاية بسترة في أداء واجبهم الانتخابي واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، وذلك عبر 210 مركز تصويت، فيما تتنافس 36 قائمة. في ولاية جلان الحدث تعيشه ممثليهم في البرلمان، وهذا عبر برلمانية بولاية جلان، ضرورية بما في ذلك البروتوكول الصحي لإنجاح هذا النظام انتخابات جديد يضمن النزاهة والشفافية. العديد من النقاط ما تدركها، وصلنا إلى نظام انتخابي تدارك جميع النقائص ووضع العملية الانتخابية في مسارها الصحيح. الفرصة الآن أمام الشعب الجزائري ليقول كلمته، ليختار ممثليه في مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة، الغرفة الثانية من البرلمان. إذن نواصل تغطيتنا المباشرة لمجريات العملية الانتخابية عبر مختلف مراكز التصويت. نتحول ونبدأ السويعة الثانية من هذه العملية الانتخابية المتواصلة من عاصمة الولاية. نحاول الاتصال بمديرتنا دلال مهيا، يعني معنا على الخط دلال من عاصمة الولاية بسترة، تصف لنا أيضا الأجواء خلال الساعة الأولى. كان هناك إقبال مقدور كله أنه حسن، و يعني هناك بعض المراكز فيها توقف مع الساعة الأولى ومع افتتاح المراكز، عن عكس ربما بعض المراكز الأخرى اللي ما زالت تحتاج فيها العملية فعليا. نتمنى أنه الساعة هذه الثانية تكون الانطلاقة الفعلية على مستوى جميع مراكز الترع. مباشر دلال من عاصمة الولاية. طبعا الخير دلال، كيفاش راهي الأجواء؟ إذا معنا استوى حركة ثلاث قبلي نور زميلتي حنان، صباح الخير لوليدة، صباح الخير لياسينين، لرغم عندي هذا الصباح، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. طبعا انطلقت عملية التصويت في هذا الصباح عبر كل المراكز بولاية بسكرة. نتواجد الآن بمركز الشيخ محمد العابد، فقط لتذكير متوسطة الشيخ محمد العابد يعني كمركز غير مكانها، هو مركز نسوي. معي في لحظات سيدة من سيدتي أدت واجبها منذ اللي جات حابينه والبقي ربي سهله وشكرا ان شاء الله. يعني واش تقولي للسيدات اللي راه مازالوا في البيوت ونعرفوا باللي الصباح عاده ما نروحش تصوت، يعني خليه دائما للفتره المسائيه، يعني لازم وضروري التصويت يا سيدات. اي لازم نعزو بلادنا، لازم نعزو التغييرات، لازم نسعوا حوايج جديده بربي ان شاء الله، وربي ان شاء الله يقدر اللي فيه الخير. وش حنقول لاختي؟ شكرا لك سيدتي الفاضلة. إذا كما قلت كما قلت التوافد في هذا الصباح محتشم نوعا ما بالنسبة لسيدات. فيه سيدات مؤطرات راهم يوجهوا يعني النساء إلى المكاتب اللي فيهم أساميهم إن شاء الله. كانت بجانبي منذ قليل مؤطرة ستقول كلمة. سيدتي معك على المباشر، أعطيني اسمك وقولي لي شنو كنديرو اليوم بالضبط، يعني في كام مؤثرة في هذا المركز؟ أنا ألا زماني، أنا مؤثرة نجم في الفيلم اللي تدخل الرقم تاع المكتب نتاعهم، كل واحدة تروح للمكتب نتاعها، يكون تكون الحمد لله. الحمد لله.
شكرا لك سيدتي. اذا توجهنا للاسف لرئيس المركز، لكن لم يكن بحوزته معلومات عن عدد الناخبات وما يتوفر المركز من مكاتب. للاسف المعلومه ناقصه شويه في هذا المركز. حنان سنلتقيك ان شاء الله في مواعيد لاحقه في السويعة المقبلة، وطبعا دعوة لكل المواطنين في ولايتي بسرا للتوجه لمراكز الاقتراع. شكرا حنان. دلال فتاتك يعني الاجواء هنا في الاذاعة غير تحكي اجواء راهي مميزة عندنا راك على بالك يقولك اجواء مميزة. شكرا للزميل. إذا تواجد كما قلت في مدينة الذي خرج من عزوزة في بلدية المجاهدة بلدية العلم والعلماء التاريخ مجيد والتاريخ اللي سمعه أيضا أبناء خرج من عزوزة من خلال حمد الانتخابات الزائجة لهذا اليوم. أنا تواجد العملية الانتخابية متواصلة جد حسنة وسط إقبال جد أيضا مقبول من طرف الناخبين على اختيار من يمثلهم في المجلس الشعبي الوطني. الانتخابات ليست كباقية من حيث الظروف التي تجرى فيها، كذلك يعني متعلقة بقانون الانتخابات الجديد، وهذا ما انعكس إيجابا على نسبة المشاركة المتوقعة أن تكون أحسن من النسبة المسجلة في باقي الانتخابات. سمعتي وليدة إلى جانب بعض المواطنين الذين أبلوا بأبحاثهم هذا الصباح في الانتخابات 12 أجوان. تحية طيبة شباب برج بن عزوز اليوم أكيد سيعطونا فرصة في الوطن من خلال هذه الملحمة. أديتم بأصواتكم، كيفاش كان الظروف في الانتخاب؟ السلام عليكم. مواطن برج بن عزوز هذا في مركز خاطر لا مدعوم، أديت واجب تاعي انتخابي. الظروف راه مهيئة والانتخابات راهي تجري بطريقة سلسة وطريقة محترمة، ونتمنى الخير لبلادنا وإن شاء الله يتمكن البرلمان شاب ممثل الجزائر الجديدة ليسمح للجزائريين ورئيس الجمهورية، ونتمنى الخير. تحية الجزائر. تحية الجزائر. فقط سيدي الكريم، البرلمان الجديد من مأمول من هذا البرلمان أو كيف ترون أو مطالبكم من هذا البرلمان؟ إن شاء الله البرلمان نتمنى يكون برلمان شاب ويجسد طموحات الشعب الجزائري وما يكونش في سابقيه، ونتمناه يخدم الجزائريين ويمثل الجزائر احسن ومواطن الجزائري احسن تاريخ ان شاء الله. اذا الى جنب ايضا سميره وليد احد الشباب الذي يفرض من عزوز ادلى بصوته هذا الصباح. انت كشاب اديت صوتي بكل شفافيه وايضا اكباد حتى تنفع الشباب على ما تفكر. السلام عليكم. سلاقات وليد بوخناط في المركز شرق الله مسعود. هناك أقداء جبت مصدر على هذه الانتخابات، والانتخابات تسير بطريقة سلكة ومحترمة إن شاء الله. على أمل إن شاء الله أن تكون هناك اختيار للنخبة التي ستمثل البرلمان الجديد. على أمل جزائر جديدة إن شاء الله. كما نتمنى الخير. الزميل عبد الرحمن حمدية. زميل عبد الرحمن، بعد سويعة نظن أنه بدأت عملية الاقتراع فعليا عبر جل المراكز يعني. وكذلك الديناميكية بدأت ووتيرة الانتخاب بدأت تتصاعد هنا من خلال الإقبال المتزايد لعدد المواطنين. الدليل هو أنني متواجد بمركز بن خلدون بغرب مدينة الجدال. هنا الإقبال كثيف جدا كالعادة، لأن هذا المركز يعد رئيس بالنسبة لهذه الجهات، والإطالة طبعا اختارت عينة من المواطنين الذين أدوا واجبهم الانتخابي. أخي الكريم ماذا تقول لنا بعد أداء؟ أتمنى الخير للوطن بالكامل. شكرا. أي ممثل عن الشباب هذه وجبة انتخابية؟ خير. الله الرحمن الرحيم. أنا شاب الوجلاء، جيت نرتب الانتخابي وانتخابات إن شاء الله نزيهة، والأجدى إن شاء الله كيروح نخدم لنا العباد إن شاء الله رب العالمين. سأختم بأحد ممثلي أو أحد المراقبين ممثلي القوائم الانتخابية. أخي الكريم حضرت منذ الصباح انتباهك بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، عضو مراقب للقائمة الحرة العمل والالتزام. لاحظ أن العملية سارت بشكل طبيعي منذ انطلاقتها للساعة 8 بالضبط، والعملية تعرف نزاهة، والدليل أن المنصف مشكل. أي ملاحظات تشكلها؟ لا، بشكل طبيعي، العمل بشكل طبيعي. إذن الأمور طبيعية جدا، الأجواء رائعة.
هنالك غير متزايد ان شاء الله نتمنى ان تتوقف العمليه هكذا الى نهايتها. شكرا زميلنا عبد الرحمن على هذه التغطيه، ان شاء الله تكون الاجواء مماثله عبر كل مكاتب الاختراع بولايتي بسكرة وولاد جلال. توفيق راويش معلو معنا مع الاجواء داخل الاستوديو عبر صفحه الفيسبوك راديو اف ام بسكرة، وان يشاهدوا الصور التفاعليه الحقيقيه، اجواء من الفرح والبهجه داخل الاستوديو. نحن هنا ننسق مع كل الزملاء من استوديوهات إذاعة الجزائر بسكرة عبر الموجتين 91.2 99.4 اف ام قمر صناعي الكونسيت وغاديو الجيري فونتيزاد في كل دول العالم. بإمكانكم أن تتابعوا أجواء الانتخابات من عروسة زيبان بسكرة. مصيرك بيدك وانت اللي تقرر، موجب اليوم زمان حر ومتحرر، مصيرك بيدك وانت